ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول ابدا ان انا صبرت وكنت بعاني. لا بالعكس ابسولوتلي انت ما كنتش بتعاني، انت كنت بتبني وبتعمر. مش هقول بتعاني، ما يصحش اقول ان انتم كنتوا بتعانوا، ما يصحش. لقد انجزنا خلال اقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة. يا راجل